السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله أخبارك وأخبار صحتك؟ الحمد لله. والله أنا سعيد إن أنا بكلم حضرتك يا مولانا. الله يسعدنا وإياك بأن يرضى عنا وعنك، ويسعدنا بلذة النظر إلى وجهه. بعتذرك أقول لك كيفية الإقلاع عن العادة السرية أو حكمها. روح تزوج، تزوج وصم وتعفف. الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. استغفر الله وتوب إليه.